أولادي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكم في كتاب الامتحان الصف الأول الثانوي، اللي هو الكتاب 2022، وهنكمل مع بعض طبعا أسئلة اللي هو الفصل الثاني الدرس الأول، اللي هو أسئلة الاختيار من متعدد انعدام السيادة ودراسة فصائل الدم. كنا وصلنا مع بعض للسؤال رقم 24، وهنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة السؤال اللي هو رقم 25، وبيقول لي 4 إخوة فصيل الدم كل منهما تختلف عن الآخر، بيدل على إن التركيب الجيني لفصيل الدم الأبوين. يا ترى فصيل الدم الأبوين هتكون AO AB BO AB OO AB AO BO. يا ترى لو ابتدينا نعمل اللي هو دراسة وراثة فصائل الدم عشان يطلع الـ4 الأخوة دم كل منهما تختلف عن الآخر، هيبقى الاختيار اللي هو الـ AO مع البي او، وممكن احنا نشوف الاي او مع البي او. اتفقنا ان احنا نوزع انقسام ميوزي يدي الامشاج اي او، وهناخد البي والاو، هيطلع الاي بي وهيطلع الاي او وهيطلع فصيل الدم بي او وهيطلع فصيلة الدم او او، ده اللي هو الطرز الايه الجيني. هنا الفصيلة او، هنا الفصيلة بي، هنا الفصيلة ايه، هنا الفصيلة ايه بي، بنسبة 1:1:1:1، يبقى كده طلع الـ4 فصائل، يبقى الاختيار بتاع الصح اي او مع بي او. اي فصائل الدم التالية بتحمل مولدات الالتصاق بي؟ احنا عندنا اللي بيحمل مولدات الالتصاق بي الفصيلة بي، عندها مولدة بي، وعندنا اللي هي الفصيلة اي بي تحمل مولدة اي ومولدة بي. يبقى انا بختار كده اللي عنده المولدة، طبعا هتكون المولدة بي هيكون فصيلة بي وفصيلة اي بي، ده الاختيار بتاعي اللي صح. إذا كانت فصيلة دم أحد الآباء اي بي، فلا يمكن أن ينجب طفل فصيلة دم ايه. طب ما احنا عارفين إن ايه اللي هو الجين ايه سائد على الجين او، والجين بي سائد على الجين او، يبقى بالتالي هو طبعا لا يمكن إنجاب طفل فصيلته او، لأن هنا سيادة تامة الايه، سيادة تامة على الاو، فهتبقى الفصيلة ايه، والبي سيادة تام مع الاو، يبقى الفصيلة بي. يبقى هنا اللي ايه طبعا الفصيلة الدم احد الاباء اي بي، فلا يمكن ان ينجب طفل ذو فصيلة دم او، وده الاختيار الصح. تزوج رجل فصيلة دم ايه من امرأة لها نفس فصيلة الدم، ما الطرز الجيني الذي لا يمكن ان يظهر بين الابناء؟ هنا الرجل فصيلة دم ايه تمام، وطبعا الامرأة لها نفس الفصيلة برضو ايه، يبقى عندي ايه ايه تمام. ما الطرز الجيني الذي لا يمكن ان يظهر بين الابناء تمام. طيب تعال نشوف كده هوت هو ايه والايه والاب ايه والام ايه، ايه ممكن يبقى ايه ايه او ايه او، يعني ايه يعني ان هنا الطرز الجيني نقي او هجين. ممكن يبقى الام اي اي او اي او، مفيش احتمالات تاني. طيب يعني ممكن يجيبوا اي او، ايوه ممكن يجيبوا اي او، وادي ممكن الاي تتجمع مع الاو فيجيب اي او في الابناء. ممكن اي اي، ايوه ممكن الاي اي، ممكن يبقى في الابناء اي اي. ممكن او او، ايوه ممكن او او يوصل معانا لاجتماع اللي الجنين او مع بعض.
لكن مش هينفع بي او، مش هينفع بي او، لان هيجي منين البي؟ 29 اي التزاوجات الاتية بتنتج افرادا لديها فصائل دم بها الاجسام المضادة انتي اي. يبقى احنا عاوزين فصائل الدم اللي بها اجسام مضادة انتي اي. طيب لو الاب فصيل دمه او هيبقى عنده انتي اي، يبقى لانه عنده انتي اي وانتي بي، يبقى الاو عندها الانتي اي والانتي بي. تمام. طيب والام فصيلة دمها هتحتوي على المولدات الالتصاق اللي هي الاي بي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على التزوجات تنتج افراد لديها فصائل دم بها اجسام مضادة انتي اي. طيب لو شفنا كده ان الاو مع الاو، تمام، فصيلة الدم او او اللي هي فصيلة الدم المعطي عام، والام لو فصيلة دم تحتوي على مولدات الالتصاق اي بي، هنشوف كده هوت هيطلع افراد لديها فصائل دم بها اجسام مضادة انتي اي ولا مش هيطلع؟ فهو هنا هيطلع الاي او وهيطلع البي او. يبقى هنا افراد طلعت فصائل دمها بها اجسام مضاده اللي هي الانتي اي اللي هي الفصيله مين؟ اللي هي الفصيله بي. يبقى بي طلعت اهي. يبقى اذا الاب لما يكون فصيله دمه معطي عام والام فصيله دم تحتوي على مولدات الالتصاق، يعني الاو معطي عام مع الاي بي، هيطلع افراد لديها فصائل دم بها اجسام مضاده انتي اي اللي هو الفصيله بي. الشكل دوت يوضح كيفيه توارث فصائل الدم في اسره ما. ماذا تتوقع ان يكون الطرز الجيني لفصيله دم الاب؟ طبعا هو هنا فصيله الدم بتاعت الابن انتي بها انتي بي، تمام، وفصيلة الدم معطي عام. يبقى هنا فصيلة الدم معطي عام يعني او، فصيلة الدم معطي عام يعني او. طيب فصيلة الدم هنا برضو معطي عام، طبعا الام هتبقى فصيلة دمها او لانها معطي عام. طيب يبقى هنا كده اهوت، يا ترى هيكون بالنسبة الطرز الجيني لفصيلة دم الاب، احنا قلنا الام معطي عام، طب الاب هنا عطى فصيلة او وعطى فصيلة دم بها انتي طبعا بي، يبقى دي الفصيلة ايه؟ الانتي بي، يبقى فصيلة ايه؟ يبقى انا عرفت كده ان الابن فصيلته ايه. طب الفصيلة ايه تيجي منين؟ لازم يكون الاب ايه. طيب هينفع ايه ايه ولا لازم يكون ايه او؟ لازم يكون ايه او، عشان الاو مع الاو هيدي فصيلة الابنة او، والاي مع الاو يدي فصيلة الدم اللي بها انتي بي. يبقى هنا الابن ده ايه؟ او، وده الاختيار بتاعي اللي هو صح، ايه او فصيلة الدم. مش هتنفع اي بي ولا بي او ولا او، يبقى اذا الفصيلة ايه او. الطرز الجيني المستبعد لفصيلة دم رجل تزوج من امرأة فصيلة دمها اي بي وانجب طفل فصيلة دمه ايه؟ يا ترى هتكون ايه؟ او او ولا اي بي ولا بي او ولا بي بي؟ طيب تزوج الرجل من امرأة فصيلة دمها اي بي، دي الامرأة فصيلة دمها اي بي، تمام، وانجب طفل فصيلة دمه ايه؟ يبقى الطفل فصيلة دمه ايه؟ طيب لو مع الاو ممكن نجيب فصيلة دم ايه، تمام، مع الاي بي ممكن نجيب فصيلة دم ايه، طيب مع البي او هنجيب فصيلة دم برضو ايه، هتبقى ايه او، لكن مع البي بي لا يمكن هننجب طفل فصيلة دمه ايه. يبقى ده الاختيار بتاعي الصح، ان الفصيلة المستبعدة، تمام، هتكون بي بي. يبقى الطرز الجيني المستبعد لفصيلة دم الرجل
اللي هتكون بي بي، لان هم انجبوا الطفل ايه فهو هنا لو هو بي بي الرجل تمام، لا يمكن انجاب طفل فصيلته ايه، لكن ممكن يجيبوا طفل فصيلته ايه بي او بي بي، لكن لا يمكن انجاب طفل فصيلته هتكون ايه، هتكون طبعا ايه اللي هو ايه، فبالتالي مستبعد ان يكون الفصيله بتاعته لا يمكن هينجب ايه، فمستبعد البي بي. اذا كانت فصيله الدم، اذا كانت فصيله الدم ماشي، كل من والد ووالده الاب او، فمن المستحيل ان يكون بين الاحفاد طفل فصيله دمه، اكيد طبعا ان الفصيله الدم كل من والد ووالده الاب او تمام، الاو متنحي، فمن المستحيل ان يكون بين الاحفاد طفل فصيله الدم ايه، ايوه هيكون لا يمكن يكون اي بي، لان احنا عرفنا ان الاي يسود على الاو والبي يسود على الاو، فاذا كانت فصيله الدم كل من والد ووالده الاب او، فمن المستحيل ان يكون بين الاحفاد طفل فصيله دمه اي بي، هيجي منين الاي بي؟ مش هينفع. الشخص الذي تحتوي خلاياه على ثلاث انواع من مولدات الالتصاق الخاصه بتحديد فصائل الدم، عنده ثلاث انواع من مولدات الالتصاق، طبعا الاو ار اتش سالب ده عنده واحد مولدة التصاق عامل الريسوس، الاي بي عنده اتنين مولدة للاي ومولدة البي ولا يوجد مولدة عامل الريسوس، يبقى هنا الاي بي هنا السالب باتنين، الاو ار اتش موجب هنا الاو ار اتش موجب بواحد، يبقى هنا كده الاو ار اتش بصفر لان مفيش مولدات التصاق لعامل الريسوس. طب هنا الاي بي ار اتش موجب، لا ده هنا في الاي مولده ايه، مولده البي مولده عامل الريسوس، يبقى هنا في ثلاث انواع من مولدات الالتصاق اللي هما الاي والبي وعامل الريسوس، يبقى ثلاث مولدات للالتصاق موجودين في الاي بي ار اتش اي موجب، يبقى ده الاختيار الصح. احتمال ان يبلغ عدد الافراد سالبي عامل الريسوس بين افراد عددهم 300 فرد من الجنس البشري، احنا عارفين الموجب عامل الريسوس ماشي بيكون نسبتهم 85% نحو 85% من البشر، والآر اتش سالب حوالي 15% نحو 15% من البشر، لو ضربنا التلتمية في 85 على 100 نطير طبعا الصفرين ماشي، هما 300 في 85 على 100 نطير صفرين مع صفرين تمام، وهيطلع النسبة 3 طبعا احنا عاوزين نشوف الافراد سالبي، ده الافراد موجب عامل الريسوس، لو موجب يبقى 300 في 85 على 100 تطلع نسبة الموجب، طب انا عاوز السالب يبقى 300 في 15 على 100، طب برضو نفس الفكرة بنطير الصفرين مع الصفرين، و3 في 5 في 15 5 معنا الواحد، 3 في 1 ب 3 1 4 يعني 45 عدد سالبي عامل ايه الريسوس. طب لو الموجب هضرب التلاتة في الخمسة وتمانين هيطلع موجب عامل اللي ايه الريسوس. الشخص اللي يعطي دمه لجميع الفصائل يكون تركيبه الجيني لفصيلة الدم، طبعا هو شخص طبعا يعطي لجميع الفصائل يبقى يخلو من مولدات الالتصاق، طب هنا في مولدة التصاق عامل اللي الريسوس، هنا في ثلاث مولدات، هنا في مفيش مولدات، هنا طبعا الاي بي في اتنين مولدة، يبقى افضل فصيلة تعطي الكل هي الفصيلة ايه طبعا اللي هو صاحب الفصيلة او سالب.
نكمل ونشوف. بيقول لك الشكل التالي يمثل ثلاث خلايا دم لأنواع فصائل دم في الإنسان. ادرسها نشوف سين. سين ما عندهاش طبعا مولدات التصاق، يبقى سين ده او. هنا عنده مولدة التصاق A ومولدة التصاق B، يبقى دي الفصيلة AB. ده عنده مولدة الالتصاق A يبقى الفصيلة A، ده عنده مولدة التصاق B يبقى الفصيلة B. يبقى أنا عرفت كده وحددت أنواع الفصائل. أي الاختيارات بالجدول يمثل فصيلة الدم لكل من صاد ولام. صاد اي بي ولام بي، تمام. يبقى صاد اي بي ولام فصيلة بي. يبقى انا كده حددت اللي هي نوع الفصيلة. تتشابه فصيلة سين مع لام، سين مع لام، ادي سين وادي لام، بيتشابهوا في ايه؟ يتشابهوا في بعض الاجسام المضادة وليس كل الاجسام المضادة، بعض الاجسام المضادة. تتشابه فصيلة الدم صاد مع فصيلة الدم عين، صاد مع عين بيتشابهوا في ايه؟ يتشابهوا طبعا في التفاعل الحادث مع الانتي ايه، في تفاعل بيحدث مع الانتي ايه، لان هما الاثنين عندهم طبعا مولدات طبعا الايه. عدد انواع مولدات الالتصاق اللي يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء او موجب ما عندوش اي مولده لفصائل الدم، لكن الاو موجب عنده طبعا المولده بتاعت عامل الريسوس فتكون واحد، عامل الريسوس واحد، تمام. عدد انواع مولدات الالتصاق اللي يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء للفصيله بي موجب، في مولدة بي وفي مولدة عامل الريسوس، يبقى عددهم اتنين. يبقى هنا عدد المولدات اتنين. اذا كان الاب ار اتش سالب والام ار اتش موجب هجين، ولم تحقن الام بالمصل الواقي بعد ولادة الطفل ار اتش سالب. طبعا طالما لم تحقن الام بالار اتش سالب بعد ولادة الطفل ار اتش سالب، لم تحقن بالمصل، طبعا الطفل الاول لن يتكون اجسام مضادة لان هو ار اتش سالب. متى تحقن الام؟ لما يكون الطفل ار اتش موجب. طب هو هنا ار اتش سالب، وبالتالي احتمال الوفاة المولود التالي هو متكونش اجسام مضادة اساسا، يبقى يكون صفر. احتمال الوفاة صفر. ليه؟ لان الطفل سالب وليس موجب عامل الريسوس. يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء لشخص فصيلة الدم A سالب. هو عنده A سالب. طب ما هو A سالب عنده المولدة بتاعة الفصيلة اللي هي المولدة A، لكن ما عندوش مولدة عامل إيه؟ الريسوس. ليه؟ لأنه هو سالب وليس موجب. يبقى هنا نختار إن هو المولدة A. كده حلينا مع بعض اللي هي تكملة أسئلة انعدام السيادة وأسئلة فصائل الدم. نطلب منكم الدعاء ولايك وشير للقناة، وإن شاء الله يوصل لكم كل جديد من القناة، وليكم أعلى الدرجات يا أولى ثانوي.